نسيم العصر بيسمين الشامي وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة واحني العز الراس صلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال ليحموا أبوابها. شهداء أيار ومرجحة الأحرار الشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. يوسف العظمة لحد هذا اليوم تشهد أبطال ليحموا أبوابها. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما جت أيام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. خير أصحابك وبلسم لحبابك والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. يا رصحابة وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لصحابة وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. هذا ابو خالد حبيبي شبهت لك يا مثل رئيس الجوقه الموسيقيه، بيعطي اشاره لهاد بيتحرك، بيعطي اشاره للثاني بيطلع صوته، بنط الوزير لعنده على القاهره بيجتمع هو وياه وبيرجع وبيشتغل شغل عندك من الحسكي لعزاز للقامشلي لحلب للاذقيه. الله وكيلك بقى بيهدو. كلامك مزبوط ابو عزو، تعرف انا ببالي بيسافروا على مصر سيران. يعني انو سيران ابو نعيم؟ بطلت ايام السيارين حبيبي. الله وكيلك كله شغل، من نواب الرئيس للوزراء كله عم يشتغل. مو بس هيك، في مين يسالون شو اشتغلتوا وليش ما اشتغلتوا. لك يا حبيبي بطلت ايام الخواطر. شفت من بعد ما طلبت لي اياها ما عاد سلمت لك سلام. ما عاد سلمت. وينك ابو نعيم؟ ايه؟ جانا بالي بال على اذنك. لك وين؟ لك وين؟ يا عم شو صار له؟ ها تفضلي. شلون هيك نطيت وسبقتني؟ خير يا طير؟ شو في وراك؟ وراي كلام لمصلحتك ولوجه الله تعالى. تفضلي يا دي. ايه وهي قاعدة، هات لنشوف شو في وراك لمصلحتي. يا فاطمة بكرة رح تسمعي اني اتجوزت. شلون شلون؟ طولي بالك لا تعصبي، اسمعي كلامي للآخر. وحياتك عالطيب، لو ما كانت القصة قديمة ورح تعذريني لما بتسمعيها، ما كان في ست غيرك بتفوت على البيت. لا ركضت ولهتت مشان تخبرني انك بدك تتجوز. شو علي يا سيد شوكت؟ جوزت الدهر، انا مالي زعلاني. هلا عدي ولا تخطف الكباية من راس الماعون. ليش بصلتك محروقة؟ عندي كلام. عدي احكي بس اختصر.
حاضر. يا أم فاطمة، سيف الدين البياع رجال صار له فترة عايش بدون حرمة، وحداني وبيته ملكه، دمه خفيف وشاريكي، وصدقيني لو كان عندي أخ بعمرك لحتى جوزه إياها. بقى شاوري عقليك وردي لي خبر. الرجال مستعد يحطك على راسه، وهي نصيحة واحد ما بينسى المودة. خلص شوك، تسكر على الباقي. أمرك، سكرني على الباقي، بس شاوري عقلك وردي لي خبر. ماشي، فكر، بس إذا سمحت لا تجيب له سيرة. حاضر، كرمال المودة على القليلة. الله معك. بس ما تكون طلعت من المكتب. لا ابدا ابدا، كل مين اتصل سجلت لك اسمه هون، واللي ترك لك رساله كمان سجلتها جنب اسمه. مفهوم مفهوم. كيفه معالي الوزير؟ العقيد السراج عمل عمليه الزايده وصحته كويسه، واجا خبر انه السفير محمود رياض اتعين مستشار لسياده الرئيس جمال عبد الناصر، ومقره راح يكون بالقاهره، وبيجي على دمشق كل ما لزم. من سفير هيك فرد مرة لها مستشار رئيس؟ ايه، وشو الغريب بالموضوع؟ ابو غسان، انت مالك ملاحظ انه لما كان سفير كان اي وزير عنا بالبلد اعلى منه مرتبة؟ هلا لما صار مستشار للرئيس صار اقرب له من العسلي والحوراني والبيطار، وحتى اقرب من معلمنا السراج. يا ابن العمى، تعرف ما خطر ببالي هالشيء ابدا؟ العمى فعلا يا زلمة، هذا الرجل خبير بالسياسيين السوريين، بالمؤيدين والمعارضين والحزبيين، ورأيه مهم، مهم بكل شيء. شايف أبو غسان؟ هيك صرنا على جنب. والله شو؟ لك حبيبي أبو فراس بضل أهم واحد بسوريا عند الرئيس جمال عبد الناصر. لك شو نسيت المؤامرة والشيكات؟ عبد الحميد السراج بيبقى يا جبل ما تنزك ريح. الله يسلم الايدين. ايديك عمو. يا ريت كل يوم عيد والحبايب مجتمعين. الله يجعل كل ايامكم اعياد يا عم ماجد. بوجودك يا ابو عزو. شايف شلون الاناديليه؟ بالرغم من كل شيء مر عليهم بيضلوا مجتمعين واحباب. لانك انت حنونه مرت عمو، وبابا كمان حنون. العيد صاير، كل ماله للكبار مو للصغار. الكبار بيلتقوا، الاهل، القرايبين، حتى اللي ما بيشوفوا بعضهم من العيد للعيد. لك منيرة الأميرة، مالك مشتاقة لابن عمك منير؟ طبعا مشتاقة. شوف يا أبو فداء، صديقنا مو مهتم لشي أبدا. شايف ومحتار شو بدي أعمل. نحن من بين هالناس متعلمين ومنحل مشاكل العالم، ومنجي لعند حالنا مانا قادرين نحل مشكلة ما إلها أساس. شو ماما؟ ما تقوم تلعب بألعابك؟ أنا بابا ما بدي ياخذني على العيد. قوم جدو أنا أخذك، في مراجيح بالحارة. لا، بدي بابا ياخذني. يسلموا إيديك يا قمر، يا حلو. ما قلت لي ابو غسان شو ورا هالشغله؟ ما بعرف شو بدي اقول لك يا ليلي. نزير ابو الورد بيعرف انه انا عم بجي لهون، وبيعرف انه علاقتنا قويه كثير. بيظهر كانت علاقته مع مرته شاغلته عن كل شيء، بس بعد ما اتطلقوا طلع هيك لقى حاله وحداني، فاكيد هلا عم بيدور على شغله تشغله من جديد. يعني عم بيحكي من كل عقله عن جيبة جلال لهون؟ أبو غسان استفهم منه إذا عن جد ممكن جيب جلال لهون. كيف بيتغير كل شيء؟ إيه بس هيك حبيبتي، بيصير بده يشوفه ويشوفك إلك كمان. صح، وأنا ما بدي أقول لنزير إلي طريق بالمرة. معناتها الوضع هلأ كتير كويس. إيه ما تمسافرين بكرة؟ من بكير ربطت على التاكسي.
شو؟ وراك شغل؟ وراي شغل كتير، بالأصل أنا مناوب بس أنا فركتها. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. شو رأيك ناخذ معنا أبو عز وعبيروت وشتورة؟ لك لهلأ ما فهمتي إنه أبو عز ما بقى يرجع مثل الأول؟ خلاص رح يتجوز. حالو. أهلا سؤال. لوين؟ اوعك بلا جنان، عم اقول لك اوعك. طيب وين؟ طيب طيب خلص قلت لك طيب. ليك هلا معقول وحده عم تقول لك انا جايه ضيفه لعندك نرفز عليها هيك على التليفون؟ شو هالضيفه هي؟ بعدين شو هالضيافه؟ ماني عاجبتك؟ اسمع بابا عرفان انه بدي نام عند رفيقه مزعومه، انا داعي حالي لعندك. ما بيمشي الحال سهى، هيك ما بيمشي الحال. انا ما ناوي اخرب بيتي. في مين عم بيقصد يخرب لي بيتي؟ في مين عم بيقصد يهددك ويخرب لك بيتك؟ اذا انت ما في شيء بيربطك بي نزير، انا كل شيء بيربطني بفداك. شفتها بالعيد؟ لا ماجد، أنا ما بدي أخذ محل فداء ولا بدي أحتل مكانه. أنا ماني طالبة لحالي غير زاوية صغيرة من حياتك. ارني هيك ضل ذكية، لما تقرب منها ضل دافية. إلك وحدك، وحدك دون بقية الناس. يعني إذا إجى على بالي الواحد ياخدها مشي من الشيخ محدين للميدان بيقدر يمشيها من الصبح للظهر. آه يا فاطمة، القاهرة حاجة تانية خالص، دي كبيرة قوي. بقولك إيه، أنا يمكن أطلع مصر مع عناية وحمدي أجلس نص سنة الجاية دي، ما تيجي معنا أنت عمران؟ على الله على الله. والله يا ست شوق، بتعرفي أنا ما بعرف من سوريا غير الزبداني. عمران مسافر ودايم، لك يا ريت والله. خليها علي، أنا هقول لعناية وعناية تقول لحمدي، وأكيد حمدي مش هيخلي عمران بيقول لا. إن شاء الله. وين راح أخوك أبو عناية؟ على الحارة القديمة مو هيك؟ طبعا يا ستي، أما عناية تكون عندها اجتماع، حمدي كمان بيكون عنده اجتماع في الحارة القديمة. يعني عن جد ممكن يصير هذا الشيء؟ إذا أنت ما عندك مالك، عماد ما عنده مالك، ما بقى علينا غير أنت. طيب ليش أنا وماجد؟ لما أنت بتعجبك الفكرة، ساعتها بنروح سوا ونربي ماجد. يعني ماما موافقة وعمو راي؟ شوفي سيدي، بابا بيحب العشرة بالفكرة. وهلا معك خرج لا روحة ولا جيان ولا سهرة. يعني بده العشرة بالبيت. صريح العبارة، بدنا نجوزه. ومين بدنا نجوزه؟ ومن جهة ثانية ما تعرف بدها العشرة، ومين يدير باله عليها ويدير باله عليها. بس يعني مر وقت كانوا ما كثير متفقين مع بعض، يعني ماما اجت كثير على عمو شوكة. صحيح، عمو ما كان ينبسط لما تجي، لأنه ضل ناشف ناشف، بس هذا الشيء مرق هلا. المهم نحن مو بقيان علينا، إلا إنه نشجعه. لا، بدك تشجع عمك تتجوز؟ شوفي، إذا هذا الشيء بيسعدهم ليش لا؟ ما بزمانه نحن شجعناها وقت واصل الأمير، ولا وقت كمان الثاني فارس سليم. بقى شو قولك؟ طيب وعزو؟ عزو معنا. خلص، لكن أنا كمان معك.
أنا شو بدي غير أعز اثنين على قلبي يكونوا مبسوطين؟ إذا كانوا هم الاثنين مع بعض يا عيني يكون أحسن وأحسن. أنا خلص اتفقنا، ما صف علينا غير هم ماجد وفداء. عزو شو؟ بتمني هالليلة ما تخلص والطريق يطول يطول، رجلينا ما تتعب. يعني حابة نقضي الليلة سوا؟ خلص قولي ببساطة. يا ريت يا عزو. تجي نسافر على موسكو؟ لأنه هنيك ما في نميمة وبنقدر نحب بعضنا على كيفنا. تمام، مع أنه هو ما في شي بيمنعنا نحب بعض. حب كامل؟ طبعا. شلون يا فالح؟ خلاص بقول له لأبي يشتري لنا بيت. ليش مو أنا بقول له لبابا يشتري لنا بيت؟ لأنه بابا مصاريه بثلاث بنوك، أما أنت أبوك مصاريه تحت البلاطة الفرشة. رجاء هلا أبوك أكيد فهمان ودمه خفيف وما له معنطز. هو فهمان بس معنطز وما له خفيف دم. ليه؟ طب رجاء إذا رحنا هلا أنا وياكي على البيت وقلتي له لأبوكي إنه هذا الشاب حابب. حابب شو؟ حابب يتجوزني، شو بيقول؟ أوعك يا عزو هذا مانو بالحسبان أبدا، لأنه أبي مستحيل يقبل إنه تنعاد قصة الطريق. خلصوا خليكم مطرحكم. لك انت شلون تسمح لحالك تفوت علي بهالطريقه؟ اسمعي لي، ما ضل في سهى تهدديني فيها، روحي اعملي فيها اللي بدك اياه. ليش ببالك كان التهديد لسهى يا غبي؟ اذا بيوصل للسراج انه نزير ابو الورد اتستر على زوجته الناشطه بالحزب القومي وعلى سهام الاناديلي بده ينبسط منك كثير. بعدين هلا ما ضل في كبير، يعني بصراحه ما في مين يحميه. ببالك إذا رحت لعند أستاذي الدكتور عبد الوهاب حومد وزير العدل وشكيتك رح يسكت؟ أو لعند نقيب المحامين؟ أوعك يا غبي، إذا بروح لعندهم وبقول لهم إنه أنا بنت شهيد وأرملة شهيد وإنك أنت مخبر قذر ابن خاين مو بس بيصرخوك، وإذا أخي ماجد بيكتب عن تهديد المخبرين للمحامين لك بدكوك بأغمق سجن حتى يورجوا حالهم إنه هن ديمقراطيين. بقى أوعك اوعك بقى تقرب لهون او انك تظهر مره ثانيه، انا ما بقى فيني اتحملها. يا الهي انت مو معقوله ابدا يا سهام، لا وشو اجى نافش ريشه؟ والله خفنا عليكي. وطلع لاوي ذنبه ووشه عم ينقط سم. قال القطه وقت اللي بتخاف بتصير تخرمش، بدل ما يطلع علي بالعالي قام انا من خوفي فلت الزنبرك ونزلت فيه. هو بلش يخاف وانا قوي نبضي. وشو طلع معك حكي مرتب؟ بالله قال بالله اهددتي بالمحامين وحتى بوزير العدل. تفضل اشتريكم. قهوة الوزراء بهالايام ما لها نكهة مميزة دكتور، لانه اللي عم بيشغل مكاتبهم ما عاد يميز النكهات. هذا الكلام مو لك استاذ اناديلي، هذا الكلام يا شريف. تعلمت الدسات، صرت أدس مثل حكايتك. تبدأ بدسة صغيرة بعدين بتدس الدسة الكبيرة وفوض جرابك. شو راح يعمل رئيس عبد الناصر بيوغوسلافيا؟ هذا السؤال عم سألوه لي. معقولة وزير العدل من إقليم الشمالي ينسأل هالسؤال؟ راح يتبحث مع تيتو. سرق؟ جدا. طيب ليش زودتوا التعرفة الجمركية على 35 صنف مستورد؟ قدامك وزير الاقتصاد الاستاذ خليل كلاس ورئيس المجلس التنفيذي الاستاذ اكرم حوراني، ليش عم تسالني إيه؟ بالمناسبه شو اللي زادوا عليه؟ دكتور الرسوم الجمركيه زادت على بعض الاطعمه والمأكولات، مثلا الجبنه، الكافيار، الشوكولا 100%. عظيم. هذا الشيء ما بيهمني شخصيا، غيره. البسه الرجال والنساء زادت 50% وبعض الادوات الكهربائيه. ضروري. وهلا يا استاذ ماجد شو اللي خلاك ترافق شريف حمدي آغا؟ لانه مثل اسمه شريف. احسنت احسنت الجواب وهذا سبب كافي. اي يا شريف شو عندك؟ راح تخفضوا الايجارات مثل ما سمعت. لا لا ما راح نخفض النسب الحاليه لايجار العقارات وما عم نفكر بهالشيء. نحن عم نعيد النظر بالايجارات الحره للخمس سنوات الاولى من عقود الايجار. باي شرط؟
يعني ما بدنا المستأجر يتضرر، وكمان بدنا الملاكين والمتعهدين ما يتوقفوا على البناء. هاي هي الغاية من بحث الإيجارات. طيب دكتور، بالنسبة لتوحيد القوانين لسه اللجان عم تشتغل، وهي صدر تشريع يباح فيه لمواطن الإقليم الجنوبي حق التملك مثله مثل شقيقه بالإقليم الشمالي. شو صاير؟ شو بده يكون صاير يعني؟ انقلاب. أيها الشعب العراقي الكريم، بعد الاتكال على الله وبمعاونة المخلصين من أبناء الشعب والقوات الوطنية المسلحة، أقدمنا على تحرير الوطن من سيطرة الطغمة الباغية. الله أكبر، الله أكبر. وعليه فإن هذه الحكومة الوطنية تسمى منذ الآن حكومة الجمهورية العراقية. الله أكبر، الله أكبر. خليهن، خليهن يخلصوا من بطش نور السعيد والوصي وغيره. الله يديم علينا الأفراح. آمين يا رب. إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد. الله أكبر، الله أكبر. العراق صارت بعض ناصر يا ناس. الله أكبر، الله أكبر. وهي العراق كمان صارت تغني لعبد الناصر. بده يسلخ العراق كمان عن الأمة السورية. ما كفاهم الشام واللي عم يعملوه بلبنان كمان؟ الحمر كتير مبسوطين وفرحانين باللي صار. الشيء اللي مو متوقع الاستعبار أبدا، واللي ما حدا منا متوقعه صار. مع أنك يا عزر لو سألتني قبل يومين كنت بقول لك مستحيل أو مو قريبا. إذا بتسمع إذاعة الأردن أو إذاعة شمعون ولندن وأمريكا طاش حجر. البيان الأول كان واضح جدا، الحكم لازم يكون بإيد حكومة من الشعب بجمهورية شعبية بتتمسك بالوحدة العراقية. الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة اعترف فيها. متظاهرين راحوا على دار القوات اللي بهتافات وصلت للسبع، تعرف صاروا أعوان الاستعمار هلأ بحال دفاع عن نفس بعد ما كنا نحن بهاي الحالة. بغداد، دمشق، القاهرة، وهي صوت الشعب بلبنان. هديك أختك مالها مطروبة بنوب بنوب للانقلاب اللي صار بالعراق. ذهنها مثل كل اللي بيتحزبوا بيكون مبرمج على مصالح أحزابه. الانقلاب اللي بالعراق راح يكون ضد القوميين السوريين، لذلك راح تكون ضده على طول الخط. تعرف ماجد، صحيح الحكام كانوا ظالمين، بس أنا ما بحب القتل. قتلوا عبد الإله والملك فيصل والمسكين لساته شب، واليوم نور السعيد، ليك عبد الناصر عملوا الثورة وما قتلوا حدا، ودعوا الملك فاروق وسافر بأمان. بدك تسألي أهالي اللي انقتلوا بالعراق، لأنه كل بلد له ظروفه وله أحواله. ماشي، خلينا بالجد ماما، لأيمتى بدك تضلك تارك فداء عند أهلك؟ هي راحت هي بترجع. بس ماما، أهلها عاتبوها لفداء لأنه إجت ضبت أغراضها وأخذته. قامت هي قالت له إنه إجت لهون وعملتها حركشة، يعني بركي بتتصالح هي وياك. عن جد أمي؟ هذا اللي صار حبيبي. معناتها لازم صالحها، فداء لازم ترجع، ما رح كون مرتاح إلا إذا رجعت على بيتها. القيادة القومية للبعث أرسلت مباشرة برقية لقيادة الثورة بالعراق، قالت لهم ثورتكم رجعت العراق العربي لموقعه بقيادة النضال القومي. ما خلونا نتهنى، الله لا يوفقهم. وليك شمعون طلب الأمريكان ونزلوا بلبنان. ليش على كيفهم؟ بدهم يطلعوا غصن عن راسهم. بابا ما حلو يرجع. ماجد؟ ايه نعم، ولا متوقع حدا ثاني؟ لا تاني ولا تالت، شو بدك؟ يا اهلين وسهلين، تفضل امي تفضل. يا ميت اهلا وسهلا فيك. الله يرضى عليك يا ماجد، انت بدك تحاسبها على كبيرة وصغيرة لك ابني؟ انت اعقل منها بكتير. اذا النسوان ناقصات عقل ودين، مرتك ناقصها ضرب كمان. ماما لسه كمان بدك تطمعين؟ فداء خانم انا ماني جاي لعندك.
ابنك مو هون وكمان ابي ماله هون، شو بدك؟ انا جاي لعند حماتي وقهوتي بتعرفيها. الي ما عم تقلي لي ادب قدام امك كمان؟ شرف اضرب اضرب كمان لشوف اضرب. ايه بضرب. ما فشرت بالاول لحتى تبوس التوبه. شايفه شايفه حماتي؟ بدل ما تعطيني خده بدها يعني بوس التوبه. روحي جيبي شنطتك خلينا نمشي، وبطريقنا بناخذ منير ونكمل. لا والله بتضلوا لحتى شو نضل؟ قال نضل قال. امشي امشي احمل الشنطاي مطبوبه وجاهزه يلا تفضل. لك شبك يا فدا، يا بتقبي فرد مره يا بترتخي فرد مره، على حساب بدك تحاسبي؟ ايه بالبيت بحاسبه على نور وعلى مهلي. تفضل استاذ تعال. وبينما استقبلت بغداد الفريق الركن نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة العراقي، ومعه الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء القائد العام، ونائبه العقيد الركن عبد السلام عارف، نزلت القوات البريطانية في الأردن بطيران مباشر عبر إسرائيل. ليش هيك يا ملك حسين؟ ما كانت لازمة الحركة. شو راح يصير يعني؟ مصلحة الإنجليز ينزلوا مو مصلحة الملك. بعدين تعرفوا يلي قطعلن قلبهم وحدتنا مع مصر. يا شباب اللي كسرلن ظهرن ثورة العراق، أخي المستقبل للعروبة والإسلام إن شاء الله. أستاذ سعيد، فكرك ممكن عبد الناصر يرجع هو أخواننا بمصر إيد واحدة؟ ليش لا؟ بعد ما يعرف شو هن اليساريين المرتبطين بموسكو، مين رح يلاقي بسوريا ومصر غير الإخوان المسلمين؟ بكرة عايدة بنت حماية بتقلي جبتوا أمي ما وطلعتوني برا. قليلة الرجال اتفقوا وجوزك ما كان معه. سبحان اللي بيجمع وبيفرق. شوفي شلون عماد مبسوط برفقة بشير أبو الورد، مين كان يصدق؟ ما في أي عذر، بدي تواجد دقيق وكثيف ومنفذ بسرعة. شو بده يسافر الرئيس؟ ما ارتاحت لناصر لسه؟ جاي وفد عراقي، امشي معي نزيل. حاضر وسام. هذا وقد أعلن العقيد الركن عبد السلام عارف أن الجمهوريتين مصممتان على الوقوف كبلد واحد ضد أي عدوان على أي منهما. وكان العقيد عارف قد ألقى كلمة قومية حيا فيها الرئيس عبد الناصر والمواطن الأول شكر القوتلي، وقال: إليكم يا شعب الجمهورية العربية المتحدة، سواء في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة وفي كل مكان، تحية وادي الرافدين، تحية صادقة أخوية زكية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. فعلا وحدة ما يغلبها غلا. يعني انت قصدك الوحدة هاي؟ استاذ اندماج كلي، مفهوم ولا فهمك بالعربي؟ يعني لهلا ما بتخذ قرار يا عمران؟ بيضلني هيك على الاتصال الفردي. انا برايي انه تاخر القرار لمصلحتك يا طريف، لانه اذا بدهم ياخذوا قرار بحقك على ضوء مواقفك واحاديثك ما راح يكون لمصلحه بقائك رفيق لنا. معلش، المهم يكون في قرار حتى الواحد يعرف موقعه. حتى لو كان التاخير لان عم نطالب لك بفرصه ثانيه. يا عمران انا ماني غلطان، انا عندي قناعات وبشوف انه من الضروري اني احكيها، يا اما بكون عم غلط حالي. عمران، كان مخطط الرئيس عبد الناصر يروح على موسكو ولا راح مشان التشاور؟ أنا بظن ما كان مخطط، بس أكيد صار شيء مهم خلاه يروح لموسكو. ما قلت لك رئيسنا بيعرف إنه مشاورة الحليف الكبير لابد منه. وزير الخارجية غروميكو وجه إنذار، وهاي المارشال روكوفسكي عم بيقود مناورات على حدود تركيا وإيران. يعني يا أمريكان ويا إنجليز لا تلعبوا بديلكم، انسحبوا من لبنان وقعكم لإيران
شو عم تعملوا بالأردن؟ برافو نور. شو يا طريق؟ عامل لها برنامج؟ برنامج؟ يا بدنا ناخد راس كتير من اللي عم تسمعوا عن سيام الأناديلي. أهلا نزيل، هذا اللي طلبته مني أبو غسان. شاطر يا نزيل. شو اللي سرق يا غسان؟ هلا إذا كان الرئيس جمال عبد الناصر مجتمع هو ونائبه والدكتور محمود فوزي ومعلمنا العقيد السراج وجمال فيصل قائد الجيش الأول ونائبه اللواء عبد المحسن أبو النور عفيف البزرة، شو دخله؟ هذا تبع التخطيط مدري شو. لك هذا كان قائد الجيش الأول يا فهيم، وبيجوز الرئيس بده ياخذ منه معلومات تفيده باللي عم يبحثوه. معقول الرئيس يبعث قوات على لبنان؟ ليش نحنا مو معباين عينك بلبنان؟ لا مو هيك، لأنه أنا بالسيارة سمعت تصريح لصائب إسلام عم يقول فيه إنه إذا الأمريكان بدهم يفوتوا على المناطق اللي مسيطر عليها بدنا نطلب متطوعين من الجمهورية العربية المتحدة من الاتحاد السوفيتي يأتوا معنا. والرئيس كان على حدودنا مع لبنان. بقى قال لي في شيء؟ ما في شيء وما راح يصير شيء، ونحن راح نستنى خطاب السيد الرئيس. شرف. اهلا دكتور. يسلموا يا دكتور. سمعنا لندن يا دكتور. يا على عين. وقال عبد الناصر: لقد أثبتت التجربة أن كفاح العالم العربي كفاح واحد. وحين وقع العدوان على مصر وهجمت بورسعيد، هبت بغداد والموصل والنجف وكل مدن العراق لتأييد مصر رغم الحديد والنار. لك لو حدا من القيادة القومية يجي ويقلنا شو صاير، يعني نعرف شو مواقع الحزب بالعراق من الثورة. أكيد رفاقنا العراقيين مشاركين فيها. شوف القصيدة يلي عاملها سليمان العيسى عن بغداد وثورتها. ذوقي رحيقا مصري يا بغداد ملء الكأس ذوقي، رقدت صعاليك العروش بظلمة المهوى السحيق، رايات أسمرنا على الفيحاء ماردة الخفوق. هاي كلمات الأستاذ سليمان. فعلا كلمات معبرة. تابعت لكم قانون محاكمة الوزراء ونوابهم أمام محكمة عليا، الحقيقة شيء عظيم، والحكم نهائي غير قابل للطعن. هيك الوزير اللي بده يهبش بينفضح وبيتعرض لمحاكمة بتجرسه طول عمره. اوعك تظن اني زعلانة لانك رجعت زوجتك. انت ما بيهمك راحتي، انا هلا كثير مرتاح وماني حامل الهم اللي كنت حامله وهي زعلانة. بتقدر تعطيني الزاوية صغيرة اللي طلبتها من حياتك؟ اذا بتستحقيها. انت جربت استحقها ولا لا يا سهى؟ لقاءاتنا هون كتير خطرة. معنى هالحكي انك بدك لقاءات غير خطيرة، يعني بأماكن غير عامة. معنى هالشي انك حابب ننفرد ببعضنا. حاضر امرك، انا ما بدي غير هيك. لاحظ يا ماجد انك قبلت الفكرة القديمة اللي طرحت عليك. انا فكرة؟ فكرة اني يكون المرأة الثانية بحياتك. قلت لك انا إلك شلون ما بدك، انت خفت. وحياة العيون الحلوة، اندفاعك هاد ما بيخوف. ماجد انا اكيد عم بحلم. ليش انت بحاجة مني لشهادة على جمالك؟ حبيبي انت عم تغازلني.
هيك على السبحانية بمجرى كلامك؟ مو معقول، أنا ما مصدق حالي. ببالك يعني الواحد ما بيخاف؟ لو استجبت لي كان لا صار نذير ولا مرت كل هالأيام والسنين. يا الله، قلت لك اعتبرني على الطريقة الفرنساوية صديقة. مع ذلك أنا رضياني، ما بدي أكثر من اللي حاسة فيه هلأ، لأني فعلا فوق بالسماء. لا استاذ، لا، اول شيء ابو عزه بتطمن عليه بعدين بامن حالي. هيك يا منظوم، من غير شيء سيفه ولطفي بدهم سيري. والله يا سيد شوكات، ما بقيان غيرك وغير رفيقنا الدكتور كمال، وانتو اثنين لازمكم جوازي على السريع. ليش يا حضرة المقدم، من شو بشكي انا وابن خالتي ابو عناية؟ لك اذا هو بحيله يتجوز انا بحيلي تنتين. يا تخصمها بقى، انت بوحدي مالك نافي. صحيح سمعتوا بمؤامرة القوميين على اللواء شهاب بعد ما انتخب رئيس جمهورية لبنان؟ الحقوا مع اسد الاشقر. كان بيان اللواء شهاب كثير مناسب، سحب القوات الاجنبية والتمسك بالميثاق الوطني، سياسة وطنية خالصة وعربية ناصعة. ابو غسان، انا اليوم اطلعت على الميزانية. تصور يا رجل، ميزانية الإقليم السوري لحاله 461 مليون ليرة، يعني زايدين عن السنة الماضية 45 مليون. صحيح، شو في أخبار بلبنان؟ أخبار لبنان كويسة، والإضراب مستمر، وقرار الأمم المتحدة اللي طلع ب 24 شهر القاضي بانسحاب القوات الأمريكية والإنجليزية من لبنان والأردن رح يعطينا فرصة كويسة. معلوم، ونحن اللي بنستغل الفرص. ايوه، اهلا اهلا اهلا. ايه، لا ما حكيتوا شيء. طيب نذير. مين؟ ليلي. شو؟ الو،
إذا طريف أخذ نور الهدى مثل ما أنا شايفة معناتها أنا بقيت لوحدي سنت الحيطة. يعني ممكن أبوك يتجوز فعلا؟ إيه ليش مستغربة؟ ما هو رح يتجوز فعلا. إيه بس ما أنا صغير. ليش عم تضحك؟ فعلا ما أنا صغير. بتعرفي وصلني إنه صديقته السرية فنانة عمرها 20 سنة بينحط قدامها ألوف وما بتقعد مع حدا بس صديقته لأبو عزو. صديقته ولا؟ ولا يا حبيبي لا طمنتني. إذا أبوك بيجهل بهالعمر أنت شو ممكن تساوي؟ والله ليكي إذا كنت لحالي بساوي كتير. أوحك تفكر إنه أنا كمان ما بقدر أعمل كتير. استرجي. عالو أنت استرجي. على فكرة هاي السيارة هدية من بابا وكمان بده يكتب لي بيت باسمي. اوف شو المناسبة رفيقة؟ في ريحة عريس. شو عم تحكي انتي؟ لا تعصي بحصل على المكاسب بس الزواج مرفوض لن يحدث. طيب شو رأيك انه خلي ابي يجتمع مع ابوكي بقى؟ ترك لي اياها شوي يا عزو. هذا شيء خطير يا فداء، كأنه البيطار عم يستعدي السلطة ضد الشيوعيين. اسمع شو عم يقول. على الرغم من موافقة الحزب الشيوعي على سياسة الجمهورية العربية المتحدة الآن، فإنه عزل نفسه لدرجة محدودة بالطبع بسبب معارضته لوحدة مصر وسوريا في البدء. يا عمران، في حدا من النواب ما حضر اجتماع البرلمان وأيد الوحدة غير خالد بداش؟ يا أبو فداء، الرجل ما قال أنا معارض أو ضد، غاب، ونحن طالعين بيان شهير بتأييد الاتحاد. الاتحاد مو الوحدة. نسيت يا سيد ماجد انه قيادة البعث هي اللي كانت عم تقول اتحاد. يا ابو فداء، انت ما انك ملاحظ انه فيكم وزير الدولة زودا؟ يعني رح يظهر لنا كأنه البعث عم بيقود الوطن العربي. شو اللي غلط فيه؟ قال كنا رح ننشط بمصر وما انشطنا لانه الثورة كفتنا النشاط، وعم نقاتل بلبنان مع الثورة، وإن نشاطنا بالأردن، وإن وزير بالحكومة العراقية الحالية، هذا كله صح وما في غلط. في خوف يا أبو فداء من هالمؤشرات، في خوف. تفضل عمي، ألف مبروك. تفضل. أهلين وسهلين. نعود عليك، وينك مالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. العافية. الله معك، مع السلامة. العافية أبو عز الدين. الله يعافيك يا خانو. إن شاء الله فكرتي بالكلام اللي قلت لك إياه وحسبتيه منيح ولقيتي فيه الخير والفائدة. خدعتك بالله يا أبو عز الدين. أنت إلك مصلحة بجوازتي من سيفو؟ يعني إذا أنا تجوزت سيفو بدك تضل تنغمي؟ أم فاطمة! واقفة عندك لحد هون وبس. لا هي مالك حق فيها بنوب. أنا أكبر من يلي بعقلك. صحيح كان بيناتنا أيام حلوة ونقضيت، بس صدقيني ما برد لك إلك الخير. بعدين سيف الدين أخي، شو شايفتيني ندل لحتى جوزك لسيفه وتضل عيني فيكي؟ لك هي العين بقلعها بقلعها، فهمتي؟ كبري شوفتك يا خانم. خلص أبو عزو نسالي إياها. فعلا اللي ما بيعرفك بيجهلك. أنا بصراحة يعني حبيت أسأل مشان أطمن بس. صار عندك جواب؟ انت لا تتدخل غير مع عبده، خليه هو يحكي مع ناظر. الليلة؟ ايه شو علي؟ الليلة؟ يعني هلأ روح احكي مع ناظر عوني آغا؟ لك ايه روح ولا تهتم، والليلة يا منقرأ لك الفاتحة يا منقرأها عليك. ابعيد الشر عن شبابي قال الليلة ولك الليلة. تفضل. بسمة تركينا لوحدنا. تفضل أود.
أنا ما أجيت لعندك هديك المرة بنية بلش. متوقع مني كل لحظة بعمري صدق كل كلمة بتقولها يا نزير. قنت كل نقطة بدمك غش وغدر ونوايا سوداء. طالما أنت هيك رأيك فيه ليش ناديتي لي إجي لعندك؟ متوقع تكون نظرتي فيك غير هيك. ليكني قدرت عليك كم مرة بمرة، كل مرة كانت حياتك واقفة على هزة راس مني، كل مرة كنت بقدر أخلص منك وما موتك. قنت قتلت سليم بدم بارد بكل غدر الغدارين كان يا أنا يا أنتو. وبالك ما نفس الشيء؟ يا أنا يا أنت، وليش ما موتك؟ ما بعرف، اسألي حالك، بجوز الأيام القديمة. لا يا نزير أبو الورد، من شان ابني، ابني اللي هو للأسف ابنك اللي حبلتي فيه من ورا ظهري رغم كل شيء قلت لك اوعي. رغم كل شيء حسرتك، لولا هلا كان ممكن يكون حبايب. لولكن أكلك الدود يا نزير، أنا ما كنت بقدر أتحمل كل عمري يسألني ابنك كيف مات البابا، ما كنت بقدر أكذب عليك كل حياتي، لهالشي قلت لهم ما يموتوك، بس هلا اتطلع فيي وقل لي من دون كذب ومخاتلة، شو جابك الدقبابة وشو قصدك من دون غش؟ لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون إلهن أحلى عطر من كل شيء قدامي، هبة نسيم العصر بياسمين نشامي، رح إلهن أحلى عطر من كل شيء قدامي، هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابك واحني لعز الراس صلي عترابك. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها، من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابها، شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها، يوسف العظمة لحد هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابها. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام، وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام، قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام، خير لأصحابك وبلسم لحبابك، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابك، خير لأصحابك وبلسم لحبابك، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابك، خير لأصحابك وبلسم لحبابك، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابك.